مرحبا، أبديت اليوم كتير أب تو ديت، حنتعرف فيه على آخر إصدارات أبل وبأقوال أخرى التفاحة المقدومة. جماعة السامسونج أبداً ما تقلقوا، حنتعرف اليوم على قصص انفجارات موبايلاتكم، خليكن معنا. ثغرة في فيسبوك تعرض 14 مليون مستخدم للخطر. طرأت مؤخراً مشكلة جديدة بإعدادات الخصوصية الخاصة بالفيسبوك. هي المرة الثغرة كشفت بوستات ملايين المستخدمين وحولت خصوصيتها للبوبليك أو العام، حتى لو كانت هي البوستات نازلة للأصدقاء فقط أو الفريندز أونلي. الثغرة بحسب فيسبوك أثرت على 14 مليون مستخدم. إذا كنت من الناس اللي تأثروا بالثغرة هي، فغالباً وصلك تنبيه من تطبيق الفيسبوك عن طريق الإشعارات ومكتوب فيه التالي: اكتشفنا مؤخراً خطأ تقني بين 18 و27 أيار أدى لتبديل الجمهور إلى العام وأثر على المنشورات. بعدها تطبيق الفيسبوك بيستعرض أعدادات الخصوصية لكل بوست متأثر بالثغرة. إيرين إيجن رئيسة قسم الخصوصية بشركة الفيسبوك قالت ببوست إلها ب7 الشهر إنه المشكلة بدأت لما كان الفيسبوك عم بيطور طريقة جديدة لمشاركة أشياء مميزة على البروفايل. وفسرت إيجن إنه باعتبار الشغلات المميزة بتنزل بخصوصية العام أو الببليك، اتأثرت البوستات العادية وتحولت كلها للعام. صفحة الفيسبوك الرسمية على تويتر أكدت أنه ما تم تغيير خصوصية البوستات من الأصدقاء فقط للعام، وأنه يلي صار هو اقتراح أنه تكون بوستات عامة بدل ما تكون للأصدقاء فقط. الخلل الأخير يلي أثر على فيسبوك إجا بعد فضيحة متعلقة كمان بخصوصية المستخدمين، ويلي دخلت فيها شركة كامبريدج أنالتيكا واستخدمت بيانات المستخدمين لأغراض تجارية ولحملات الانتخابات السياسية يلي صارت في أوروبا وبأمريكا. أكدت إيجن أنه تعلموا بالشركة من الخطأ الماضي، وقالت: سمعنا الأصوات بوضوح كافي، يجب أن نكون أكثر شفافية حول كيفية بناء منتجاتنا والتوضيح كيف يتم استخدام بيانات ضمن هذه المنتجات بما فيها الأمور الخاطئة، وهذا ما أود إيضاحه هنا. ليش هالمرة غير كل مرة؟ لأن حتى لو كانت الثغرة اللي امتدت من 18 إلى 27 أيار عرضية وتم تجنبها وأثرت مثل ما قال الفيسبوك بس على البوستات اللي تم نشرهم ضمن هالفترة، إلا أنه برأي كتير مختصين هالمرة الثغرة مختلفة وإلها بعد تاني لثلاث أسباب مهمة. أولاً، لسهولة وبساطة كشفها، يعني سهل كتير نعرف إنه تم تغيير إعدادات الخصوصية ومين راح يشوف بوستاتنا على الفيسبوك، وبالتالي عدد كبير من الناس فقدوا ثقتهم بالفيسبوك. ثانياً، ما فيها الشركة تلوم طرف تاني مثل المشكلة اللي صارت مع كامبريدج أنالتيكا ويلي خلت الفيسبوك ببساطة يقدر يطلع منها، لأنه ألقوا اللوم كله مباشرة على الطرف الثالث يلي أساء استخدام بيانات المستخدمين. أما هون المشكلة بيتحمل الفيسبوك بشكل مباشر. ثالثاً والأهم، أنه ممكن خطأ بشري بسيط يأثر على خصوصية ملايين البشر، خصوصاً أنه كثير من المستخدمين متواجدين بأماكن عمل صارمة أو عايشين بدول حرب وغير مستقرة، وأي خطأ بالخصوصية ممكن يعرض حياة المستخدمين للخطر. بكل الأحوال، هي فرصة لمراجعة إعدادات الخصوصية والأمان على الفيسبوك من خلال الضغط على Privacy Shortcuts أو اختصارات الخصوصية، لنختار مين حابين يشوف منشوراتنا والمعلومات الأساسية الخاصة فينا على البروفايل. وخلينا نتذكر دائماً المعلومات المهمة والحساسة مو مكانها أبداً على الفيسبوك، حتى لو كان الخيار Only Me أو فقط أنا.
لعشاق الآيفون، هذه آخر إصدارات أبل. أطلقت شركة أبل خلال المؤتمر يلي عملته هالسنة ويلي كتير ناس توقعوا إنه ما يحمل مواضيع جديدة، آخر إصدار من نظام التشغيل iOS 12. إصدار جديد من iOS بيحمل تحديثات ومزايا كتيرة لسيري، وهدف الشركة بالطبع تحويل الآيفون لجهاز خاص كتير بكل مستخدم من خلال استخدام سيري وتقنيات الذكاء الصنعي. موبايلات الـ AI آيفون هي إلى حد ما نفس موبايلات الآيفون العادية، إلا أنه نظام التشغيل iOS رح يكون مختلف أكثر. بحس بيقدر يحدد مكانك وشو عم تعمل وشو حابب تعمل هلأ وبعدين. يمكن هالتقنية إلى حد ما يشوفها كتير من الناس زيادة عن اللزوم شوي. تحديث نظام التشغيل بالآيفون لآيOS 12 رح تتحول سيري لنمط الاقتراحات تقريباً وبكل مكان، بنفس الزر يلي بنضغط عليه للبحث ويلي سيري بتقترح لنا فيه التطبيقات يلي حابين نشغلها. رح توسع سيري عملها لتبلغ بالشغلات يلي شايفتها إنها مهمة لألك. مثلاً ممكن سيري تقترح عليك تتصل بستك اليوم وتعايدها لأنه عيد ميلادها، ويا سلام إذا سيري بتذكرك إنك تتصلي وتسلمي على حماتك مثلاً. كمان بتذكرك انك متاخر على الاجتماع الجاي وتكتب لك رساله اعتذار وبتقترح عليك تبعتها كمان. ممكن سيري تعرف انك بالجيم وتشغل لك قائمه الاغاني الخاصه فيك هيك منها لحالها، واذا عرفت انك عم بتشوف فيلم ممكن تشغل خاصيه عدم الازعاج او don't disturb لحتى تاخذ راحتك وتتفرج على الفيلم على كيفك. وممكن كمان تذكرك سيري تشرب قهوتك، خصوصي اذا لاحظت انك عديت الوقت المحدد لقهوتك الصباحيه. بس بالآيفون التحديثات على آلية عمل سيري رح تشمل ساعات أبل كمان، وبحسب الشركة هالتقنية رح تتطور مع الوقت ببساطة حسب تفاعل الشخص مع سيري. يعني كل ما تعاملنا معها أكثر رح تفهمنا أكثر وتعرف مزاجنا أكثر، تقريبا مثل البشر العاديين. معقول يكون في أكثر من هيك؟ بصراحة وكثير منا شايف إنه أساسا وصلنا لمرحلة تطور الذكاء الصناعي صار أكثر من المطلوب، وبكفي الإنجاز الكبير يلي ممكن تعمله سيري مع الوقت ويلي فعلا ممكن يغير من حياتنا. إلا إنه أبل كالعادة حابة تدهشنا وتاخذ التحدي لمستوى أكبر. كيم بيفرت اللي بتشتغل مع الفريق العامل على تطوير سيري قالت انه ممكن تتحول سيري لتطبيق بيسهل حياتنا اليومية وبيقوم بمهام روتينية نحن متعودين نعملها. وعرضت كيم تجربتها الشخصية مع سيري من خلال تنفيذ امر الرجعة للبيت يلي بخلي موبايلها مباشرة يفرجيها كيف رح توصل لبيتها عبر الابل مابز، يعني كمان ممكن يعدلها درجة حرارة البيت ويبعت مسج للناس المقيمة معها انه هي راجعة وبالطريق، وطبعاً بيشغل لمحطتها المفضلة على الراديو لتتسلى بالمشوار. هالخاصية بتخلي مستخدمين الآيفون يبنوا تطبيقات ذكية خاصة فيهم، ومثل ما عملت كيم وشغلت تطبيق الرجعة على البيت رح يكون بإمكان أي مستخدم آيفون بالمستقبل القريب يقوم بشيء مشابه تماماً وبحكي روتينه الخاص يلي هو بحبه وطبعاً بمساعدة سيري. بالنسبة
بالنظام الجديد كمان رح تتولى سيري مهمة الإشعارات يلي بتطلع لنا كل شوي على الموبايل وبتشتت لنا انتباهنا. نظام الاقتراحات الخاص بسيري رح يتولى هي المهمة عنا ويساعدنا بحلها، يعني رح نخلص من وجع راس الإشعارات بالآي أو إس 12. كمان رح تراقب سيري كيف بتتصرف عادة مع الإشعارات يلي بتوصلك، وبعد ما تفهمك رح تقترح عليك إنك تطفي الإشعارات من التطبيقات يلي أنت ما بتهتم فيها أو تحط هالتطبيقات بوضع الصامت السايلنت. تعتبر أبل إنه هالطريقة هي حل وسط لحل أزمة الإشعارات يلي بتوصلنا بشكل دائم، بحيث لا نطفيها دائما وما نعرف شو عم تنقل لنا هي التطبيقات، وبالتالي ما نستفيد منها ولا إنه نشغلها دائما وتوجع لنا رأسنا. ونسينا نقلكن إنه سيري لوحدها رح تمنع الإشعارات بوقت النوم. من الرابح بمنافسة ماك بوك برو أو الزين بوك برو؟ كشفت شركة أسوس عن لابتوب الجديد زين بوك برو خلال فعاليات معرض الكمبيوتكس 2018 ضمن مجموعة من أجهزة اللابتوب الفاخرة يلي طرحتها الشركة. من أهم ميزات الزين بوك برو شاشة العرض يلي بتشتغل باللمس ويلي حجمها مشابه لحجم شاشات العرض بالهواتف الذكية، بحيث قررت الشركة تفوت أجهزة اللابتوب الخاصة فيها ضمن عالم جديد من التكنولوجيا، فدمجت فيها ميزات الكمبيوتر مع متعة الاستعراض والعمل على أجهزة الموبايل. صار فينا بدل ما نقول شاشة لمس أو التاتش باد نقول شاشة عرض السكرين باد، وهيك بتكون شركة أسوس فاتت بتحدي مع شركة أبل يلي كانت طرحت تقنية العرض بشريط اللمس أو التاتش بار ضمن لابتوب من نوع الماك بوك برو. بس يا ترى مين الرابح بمنافسة الماك بوك برو أو الزين بوك برو؟ على عكس شريط اللمس يلي موجود بجهاز الأبل ماك بوك برو، الاستعراض أكثر منه مفيد وبيقدم وظائف بتسهل على مستخدم العمل، خصوصاً إنه كان بدل أزرار تحكم رئيسية استبدلتها أبل لتخصص مساحة لشريط اللمس. تقنية اللمس الجديدة يلي وفرتها أسوس وتم تطويرها لتعمل بنفس المساحة الموجودة بالتاتش باد العادي لأي لابتوب، يعني ببساطة الشركة ما شالت شيء وعوضته بشيء، الشركة طورت التقنية ذاتها وبنفس المكان يلي نحن متعودين عليه. وشاشة العرض الخاصة بزين بوك برو تعد أساساً بحسب الشركة المصنعة هاتف ذكي تم دمجه مع أجهزة كمبيوتر الويندوز. شو هي أهم مزايا شاشة العرض؟ الشاشة بحجم 5.5 إنش ودقتها بتوصل ل 1080، ويمكن منها تشغيل أي تطبيق بنحب نستخدمه على الكمبيوتر، وفينا نستخدمها كآلة حاسبة أو مفكرة أو نستفيد منها ككيبورد للأعداد. وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت قامت أسوس بتطوير شاشة العرض بحيث تناسب منتجات الأوفيس، يعني صار فينا ببساطة نفوت ونشغل الوورد أو الأكسل أو الباوربوينت. من المقرر أن الشركة تحط موقع خاص موجود فيه كل التطبيقات يلي بتشتغل على شاشة العرض الموجودة بزين بوك برو، ويلي بمعظم التطبيقات ممكن نلاقيها كمان بويندوز ستور.
زين بوك برو بيقدم نوعية عالية كمان من السبيكرز. شركة أسوس عملت نظام صوتي بيتعامل بجودة عالية وقوية وغنية من الصوت بدون ما يكون في أي ضجيج ولا نعومة بالأصوات يلي متعودين نسمعها على اللابتوب العادي. وعلى الرغم من أنه شركة أبل سبق وطرحت تقنية صوت عالية بماك بوك برو، إلا أنه تجربة الاستماع بزين بوك برو تجربة فريدة وأفضل نوعا ما. حابين تعرفوا أكثر؟ زين بوك برو متوفر بمعالج الـ i9 و i7 و i5 وبشاشة عرض 15.6 انش HD أو 4K ومع كارت شاشة 4 جيجا وبيوزن ما بيتجاوز الـ 1.88 الكيلوغرام وسعات تخزين مختلفة 1 تيرا أو 512 جيجا بايت والبطارية المميزة بالجهاز بتعمل لمدة 13 ساعة متواصلة. زين بوك برو رح ينطرح بالأسواق بمنتصف الشهر القادم، رح يكون بأسعار مختلفة حسب ميزانية المشتري والمواصفات يلي بيرغب فيها. غرامات جديدة بهدف حماية مستخدمي الإنترنت في أوروبا. بلشت مواقع الويب تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي الجديد يلي بتخص حماية خصوصية المستخدمين على الإنترنت، خصوصاً أن القوانين الجديدة فرضت عقوبات وغرامات مالية كبيرة على الشركات يلي ما بتلتزم فيها. القوانين الجديدة يلي فرضها الاتحاد الأوروبي الغرض منها حماية المستهلكين على الإنترنت، ويلي قال عنه المفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا غوروفا أنه بدون هالتشريعات الجديدة الناس رح يضلوا مكشوفين للشركات وكأنهم عرة بحوض السمك. الغرامات المالية اللي فرضتها القوانين كبيرة وبتوصل ل 20 مليون أورو وممكن تنفرض على الشركات العاملة ضمن الاتحاد الأوروبي يلي بضم حوالي 500 مليون مستخدم، وبيأمل المشرعين اللي اشتغلوا على هالقانون إنه يتحول لمعيار عالمي وما يضل داخل دول الاتحاد الأوروبي بس. وطبعاً تم التسريع بالقوانين بعد فضيحة فيسبوك مؤخراً ويلي أدت لتسريب ملايين المعلومات من مستخدمين الموقع على شبكة الإنترنت. القانون الجديد بيمنع أي موقع على الويب من الحصول على معلومات بتخص نشاطاتنا على الشبكة إلا بإذن صريح باستخدام البيانات، يعني لما الموقع حابب يستخدم بيانات المستخدمين لأغراض تجارية مفروض ينوه بهالشي ضمن رسالة واضحة للمستخدم ليوافق عليها، غير هيك ما بحق استخدام المعلومات وإلا يعتبر خرق للقوانين. بس هيك بتطلب القوانين الجديدة من شركات الويب إيضاح الجهة المستفيدة من المعلومات، يعني حتى بعد الموافقة على إرسال البيانات للموقع مفروض الموقع يقول يا زائر أنا رح استخدم معلوماتك لأغراض تجارية مع شركات متعاقدة معي، وهالشي برأي المشرعين ممكن يعطي شفافية كاملة للإنترنت ويحمي المستهلك يلي صارت الشركات بتعرف عنه أكثر ما يعرف هو عن حاله. يا ترى ما في طرق للالتفاف؟ للأسف في كتير طرق طبقتها الشركات مباشرة للتحايل على القوانين بطريقة غير مباشرة. كتير مواقع مثلاً وقفت محتوى الموقع تماماً إلا حتى تضغط على الموافقة على شروط الاتفاقية يلي طبعاً ما حدا بيقراها. في شركات تانية كانت أكثر كرم مع زوار مواقعها وقامت بتخييرهم، يا ترى جايين تشاركوا معلوماتكم معانا لأسباب تجارية أو لا؟ في حال كان الجواب لا، غالباً رح يطلع لك صفحة فاضية ما فيها شيء إلا اسم الموقع أو يا دوب لمحة عن الموقع. We'll be right back.
هيك تقريبا يعني يا دار ما دخلك شر، صحيح في تشريعات بس بدك مين يطبقها، وتقريبا لعبة الخصوصية صعب جدا يتم ضبطها على القليلة بوقتنا الحالي. هي قصة انفجارات موبايلات السامسونج. قالت سيدة بولاية ديترويت بأمريكا أن موبايل السامسونج انفجر لما كانت عم تسوق سيارتها. وقدمت بلاغ أن الانفجار أدى لاحتراق سيارتها بالكامل، وأنه هي كانت محظوظة لأنها تركت السيارة وقدرت تهرب بالوقت المناسب. السيدة اللي عملت لقاء مع شبكة ABC الأمريكية قالت أنه عم تفكر ترفع دعوة على الشركة بعد حادثة الانفجار هي، وصرحت للمحطة أنه كان معها موبايل الجالكسي S4 وجالكسي S8 لما واحد منهم انفجر وبلشت النار تشتعل. يا ترى في مشكلة بموبايلات الجالكسي؟ سامسونج مثل ما منعرف قصة طويلة مع حالات انفجار بطاريات الموبايل، إلا أنه هالمشكلة ما كانت موجودة بموديلات S4 S8. مع ذلك قالت الشركة أنها رح تفتح تحقيق بالحادثة هي وتعرف وين المشكلة بالضبط. الشركة قالت ببيان إلها: نحن ندعم جودة وسلامة ملايين هواتف السامسونج الموجودة في الولايات المتحدة، وأكدت حرصها على إجراء تحقيق كامل بالموضوع في حال قدرت أنها تفحص جميع الأدلة. مع ذلك قالت الشركة أنه من المستحيل تحديد السبب الحقيقي للحادثة، وعلى ما يبدو تأثير النوت 7 لسه مستمر مع الشركة، خصوصاً أنه كان تسبب بخسارة كبيرة للسامسونج اللي اضطرت وقتها تسحب 2.5 مليون جهاز من السوق بسبب مشاكل البطارية. يا ترى ليش بتنفجر البطاريات؟ تعتمد البطاريات الحديثة على تكنولوجيا أيونات الليثيوم، وهي سبب ثورة في عالم الموبايلات، وهي تكنولوجيا موجودة بالسيارات والطيارات وطبعاً بالموبايلات. وهالتكنولوجيا أثبتت على مر السنين إنها آمنة نوعاً ما، حتى تم التبليغ عن أول حادثة لنوت 7 لما انفجر بجيب أحد المستخدمين. وبترجع المشكلة لعدة أسباب، منها سخونة البطارية اللي ممكن تؤدي إلى تحطيم عدد من الخلايا، وهالتحطيم ينتج عنه سلسلة من التفاعلات بتسبب انفجارات بالبطاريات. ويمكن طبعاً ينتج عيوب تانية عن الحرارة الزايدة، منها تورم البطارية، وهي حالة بتصير بأغلب موبايلاتنا بعد فترة طويلة من الاستخدام، وخصوصاً مع موبايلاتنا القديمة. المميز ببطاريات أيونات الليثيوم هو قدرتها السريعة على الاشتعال، ومع ذلك بتم استخدامها بسبب قدرتها الكهربائية العالية، بالإضافة بتساهم بتقليل مساحة البطارية مع ساعات عمل طويلة بتناسب استهلاكنا المتزايد لأجهزة الموبايل. عيوب بالتصميم، ممكن تسبب التفاعلات غير المرغوب فيها، وطبعاً الشحن الزائد ويلي ما بينصحوا فيه المختصين لأنه ممكن يضر البطارية. بتفضل الشركات عموماً شحن أجهزتنا بنفس الشاحن يلي بتزوده الشركة لزيادة عمر البطارية ورفع مستوى الأمان. وما ننسى طبعاً أنه في دارة داخلية بتحمي البطارية والموبايل، ودارة تانية بالموبايل نفسه لزيادة معدل الحماية. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، استنونا الأسبوع القادم من حلقة جديدة من أبديت.